إذا ما تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالطبع كان لها الاستحواذ الأكبر في القمم العالمية التي عقدت. هنا أتحدث عن قمة العشرين وقمة الآسيان. أهمية هذه القمم الذي دائما ما نرى صدام غير مباشر بين الجانب الروسي والدول الغربية. أهلا وسهلا، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير ومشاهديكم بألف خير. صحيح، يعني أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي اضطرت وأجبرت على القيام بها ألقت بكل نتائجها على مدار العام، وأثارت يعني جو من التشاؤم إذا أردنا أن نقول، بسبب المخاوف التي كان يمكن أن تؤدي، وحتى الآن هذه المخاوف ما زالت قائمة، إلى اشتعال حرب عالمية ثالثة. لذلك هذه الأزمة نعم هي بحاجة إلى قمم أقليمية، إلى قمم عالمية، إلى قمم يعني يمكن أن تجمع العديد من دول العالم من أجل المشاركة والبحث في كيفية وقف هذه الأزمة وإمكانية حل الأسباب التي أدت إليها. يعني حدوث العملية العسكرية لم تأتي لأن روسيا كانت أنها تريد احتلال أوكرانيا أو تريد ضرب أوكرانيا، وإنما تبين لها أن هذه العملية كانت يعني صائبة وفي الوقت المناسب، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت أوكرانيا مع الدول الغربية كانت تهدف من خلال ذلك إلى ضرب روسيا. يعني روسيا بهذه العملية كشفت بأنها تجازف بكل ما كان لديها من أجل، يعني جازفت بكل ما لديها من أجل حل هذه المسألة بالطرق السلمية. لكن يبدو أن سياسة الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تعمل على استفزاز روسيا وتحاول قدر الإمكان إشعال الاضطرابات في جوارها من أجل الوصول إلى روسيا، يعني هذا أثار يعني المخاوف والهواجس الروسية بشكل يعني لا يمكن الشك به، وخاصة أن روسيا في العام، يعني في هذا العام منذ أن بدأت العملية العسكرية، تبين لها أن يعني هناك أهداف ليست فقط يعني يمكن أن تكون الآن أو في المستقبل القريب، وإنما أهداف إلى بعيدة المدى، والهدف منها تفكيك روسيا بضرب اقتصادها، بضرب حتى بنيتها العسكرية، بضرب روسيا كدولة واحدة موحدة. لذلك نلاحظ أن هناك هدف أساسي تعمل عليه روسيا في خلال هذا العام، والرئيس بوتين شدد عليه وكل قادة الجيش الروسي، ألا وهو الاهتمام الأكثر وتجهيز كل المصانع والأماكن العسكرية من أجل مد الجيش الروسي، وإرسال إشارات إلى الغرب وإلى كل من يريد الضغط على روسيا بأن روسيا ليست ضعيفة ومستعدة للمواجهة من أجل أن تعمل على حفظ السلام وليس من أجل الحروب. يعني هذه القمم التي حصلت، واليوم يعني هذه قمة الرئيس بوتين مع الرئيس الصيني، تؤكد أن الطرفين يعملان على نشر السلام والأمن والاستقرار في العالم. يعني الصين من مصلحتها أن يكون هناك استقرار للاستمرار في نهوضها الاقتصادي واستمرار بناء علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم.